اهلا بيكم في حلقه جديده من خمسه لصحتك. حلقه النهارده هنتكلم فيها عن التهاب الجيوب الانفيه، عن حساسيه الانف، عن المشاكل اللي بيعاني منها ناس كتير بشكل مزمن، اعراض صعبه جدا ما يقدرش يوصفها حد غير اللي بيعاني منها. عايزين تعرفوا كل حاجه عن التهاب الجيوب الانفيه وحساسيه الانف ومشاكل الانف بشكل عام، نكمل الحلقه الاخر. لو بتشوفوني لاول مره ما ننساش نعمل سبسكرايب ونفعل الجرس عشان الحلقات توصلكم اول ما تنزل. زي ما قلت في المقدمه، التهاب الجيوب الانفيه او حساسيه الانف او مشاكل الانف من الحاجات المزعجه جدا لاي حد. اي حد لما بيعاني منها، اول حاجه ده مرض مزمن، يعني هيعيش بيه طول حياته، فلازم يتاقلم معاه. الاعراض بتاعته الصداع اللي بيسيبه، الالم اللي في منطقه الانف، فقدان الشم، الحكه، لو راح مكان مثلا في حد رشش برفان او معطر او مبيد حشري، او مثلا في توقيتات معينه من السنه اللي بيكون فيها حبوب اللقاح زي اول 4 او اول 7 او اول 10، كل نوع من الاشجار والووتس الخشب والاعشاب والحشيش الاخضر الصغير والنباتات العاديه في كل وقت من الثلاث، من اللي هي بدايه ابريل، بدايه يوليو، بدايه اكتوبر، ثلاث توقيتات في السنه تبقى اصعب توقيتات على اي حد عنده مشاكل في الانف، سواء حساسيه انف او التهاب جيوب انفيه، لان ده الوقت اللي بتطلع فيه حبوب اللقاح في الهواء. وبالتالي التوقيتات دي مريض الجيوب الانفيه، مريض حساسيه الانف، لازم يكون معاه دواء للحساسيه يستخدمه. بنفرق ازاي ما بين حساسيه الانف والتهاب جيوب الانفيه؟ من الصداع. التهاب جيوب الانفيه بيكون مصحوب بصداع، زكام، فقدان للشم. حساسيه الانف بيكون سيلان للانف اكتر منه اي حاجه تانية، والاكلان، واحيانا بيوصل للعين الحمار. دي الحاجات اللي احنا بنفرق فيها ما بين الاعراض ما بين الاثنين. طيب ايه العلاج بالنسبه لحساسيه الانف او التهاب الجيوب الانفيه؟ وانت عندك تاريخ ومرض مزمن، لازم يبقى عندك دواء للحساسيه في البيت تستخدمه، اقراص للحساسيه لا تسبب النعاس. زي ايه مثلا؟ زي الزرتك. في انواع كتير جدا، كلاريتين كلنا عارفينه، موسيدين بلس، موسيدين عاده، انواع كتير جدا في السوق موجوده، تلفاست شراب وتلفاست اقراص، كل دي انواع موجوده في السوق لعلاج الحساسيه سواء بتاعه الانف او اي حساسيه تانية. ولكن دي من ضمن ادويه كتيره جدا موجوده في السوق، لكن انا افضل الزرتك. زرتك اقراص زي ما قلت هو دواء للحساسيه لا يسبب النعاس، بيشتغل على مستقبلات اتش واحد. المستقبلات ديت ما بتعديش الماده الفعاله بتاعته المخ، وبالتالي لازم نفهم ان ده مش هيسبب لي نعاس ولا دوخه ولا اي حاجه. طيب ايه اللي بيحصل اصلا وقت ما بتدخل ماده غريبه جسمك؟ ربنا عامل لك ميكانيكيه للدفاع عنك، انه يدي لك جرس انذار، انه يطلق ماده اسمها الهيستامين. الهيستامين ده بتفرزه خلايا اسمها ماست سيلز، الخلايا البدينه. اول ما تفرز الماده دي بيحصل تسلسل تفاعلي متتالي لحاجات زي الهرش، الحكه، احتقان الانف، الزكام، الرشح، احمرار العين، هرش جامد، دي كلها تفاعلات متسلسله. الدواء بيمنع الهيستامين ده بانه يروح للمستقبلات دي. في منه نوعين، النوع اللي انا قلته اللي هو الزرتك ما بيعديش لا يسبب النعاس، والنوع الثاني اللي هو سيل لارج اقراص، وده بقى احنا بنفضله للناس اللي عندها التهاب جيوب انفيه. طيب الناس اللي عندها حساسيه انف، موسيدين بلس ده اللي بنفضله ليه؟ موسيدين بلس لانه فيه المادتين، لوراتيدين اللي هي الماده اللي تسبب النعاس، والماده اللي هي سيدوفيدرين هيدروكلورايد دي موجوده في السلارج. الماده الثانيه بقى كلوروفينرامين موجوده في الايه؟ في الموسيدين بلس. لكن لما تستخدم كوقايه بوزرتك، انت خايف مثلا رايح مكان ملوث في التوقيتات اللي انا قلت عليها، يبقى تستخدم الزرتك. لو عندك الاعراض لا، يبقى تستخدم ايه؟ السلارج او الموسيدين بلس. طيب لو في التهاب في الجيوب الانفيه جامد، الانتي بايوتيك اللي هنستخدمه ايه؟ المواد الحيويه اللي هنستخدمه ايه؟ السيرفيفلوكس. هو افضل حاجه قرصه كل 12 ساعه بعد الاكل بساعه لمده 5 ايام على الاقل. طيب الجرعات بتاعت السيلارج ايه؟ قرص من مرتين لثلاثه في اليوم، والزرتك مره واحده في اليوم. الموسيدين بلس ممكن تستخدمه مره واحده بس قبل النوم، لانه بيسبب النعاس جامد يعني، وبالتالي مش
مش هينفع مثلا تسوق عربيه وانت ايه وانت اخده مثلا، يعني بيفقد التوازن بشكل بسيط، لكن يفضل انك تستخدمه قبل النوم. ايه البخاخات اللي ممكن نستخدمها؟ برضو في انواع كتير في السوق زي الاوتريفين بخاخه او نقط او الافرين او غيرهم، لكن افضل زي الفلكسوناز بخاخه، انواع كتير جدا يعني، ولكن افضل نوع انا بشوفه هو التايكانيز. ده بتستخدمه عند اللزوم، والانف يقفل تدي بخه. الكلام ده بيجيب نتيجه قليله الصراحه، يعني اللي عنده التهاب في الجيوب الانفيه وتعرض لموقف انه شم مبيد حشري، مكان ملوث، برفان يعني بشكل بزياده، نتيجته مش هتبقى فعاله قوي في الصداع. انا ليا اصدقاء ومرضى عالجتهم على مدى سنين، الحاجه الوحيده اللي كانت بتخفف الصداع معاهم غير كل الادويه دي، سبحان الله، يضع يعني يجعل سره في اضعف خلقه، قلب الدواء شرب اسمها ابيدون. وهو دي الاضافه اللي انا بضيفها لكم في الحلقه دي. ابيدون شراب عباره عن مادتين، كلور فينرامين ماليت اللي موجود في الموسيدين بلس، وماده تانية اللي هي ديكساميثازون للالتهابات والحساسيه. 5 ايام خدوا معلقه كبيره مرتين في اليوم. صدقني هتدعيلي، صدقيني هتدعيلي، الصداع تحديدا هينتهي. تخيلوا ده مش مسكن. معظم الدكاتره بتروح للمسكنات، ودي غلطه كبيره بنقع فيها يا جماعه. التهاب الجيوب الانفيه دي حاجه سببها الحساسيه، سببها الهستامين، لازم اشتغل على الحساسيه نفسها، اركز على الحساسيه نفسها. فاحنا بنقول لاي مريض عنده التهاب جيوب انفيه وجرب كل الوصفات زي اللي شرحناها واللي قلناها ورناها لكم او صورها هتظهر او اسمها قلناها، جرب الابيدول صدقني هتدعيلي. ولو الالتهاب جامد ممكن تستخدم المواد الحيوي ده. نبعد عن الاماكن اللي ممكن تسبب لي حساسيه الانف والتهاب الجيوب الانفيه. كل ما هوطي احس بالاعراض اصعب، وانا بصلي وطيت جبت حاجه، احس باعراض زي الدوار والدوخه، نقص الاكسجين، ان الانف مش شغال بالشكل الكامل. ولو عندي لحميه لا قدر الله الامور هتتضاعف، وبالتالي الابيدون ميزته كمان انه بيقلل من حجم المخدات هنا اللي هما الاتنين دول اللي في الانف، وبالتالي بيوسع لك شويه في الانف، فبيساعدك على انك تتنفس احسن، فالاكسجين يخش احسن، وبالتالي برضو دي حاجه كويسه. المشكله الاساسيه بالنسبه للمريض الجيوب الانفيه انه مش عارف يتنفس، وبالتالي لما انا اعمل له ده حلت له الصداع وحلت له النفس. طب ايه العيب في الابيدون؟ انه فيه كورتيزون، وبالتالي مش هينفع استخدمه فتره طويله. ولو انا مريض ضغط ممكن اعلي له ضغطي، ولو انا وزني زايد ممكن وزني يزيد اكتر. طب نعمل ايه؟ نستخدمه فترات زي ما الدكتور محمد شريف بيقول لكم كده، 5 ايام وافصل. حتى لو انا تعبان اخد بقى اي حاجات من الحاجات الامنه اللي هي ايه ما بتعديش البرين باريا بلاد اللي هي ما بتسببش النعاس، زي الكلاريتين، الموسيدين، الزيرتك، الزاديتين. الزاديتين ده على فكره كيتوتيفين، ده ماست ستابلايزر، يعني ماست سيل ستابلايزر، يعني حاجه بتشتغل بطريقه مختلفه بس برضو ما عندوش ما فيش منه مشاكل. في الوقت ده افصل مثلا 2 3 ايام وارجع استخدمه 3 ايام عادي، ما فيش مشكله. المهم ان انا ما استخدموش فتره طويله ايام ورا بعض، افصل اقصى مده 5 ايام وافصل فتره وارجع استخدمه تاني، مفيش ازمه في كده. يبقى احنا كده غطينا لكم كل حاجه، الاعراض، الفرق ما بين كل حاجه والتانيه، تستخدم ايه وما تستخدمش ايه. كانوا زمان بيستخدموا حاجه كده يشموها ريحتها فاقعه، ابو فاس، عشان يسلك الانف اللي عندهم مشاكل في حساسيه الانف او التهاب الجيوب الانفيه. هو مش غلط، ولكن هو مجرد ريحه نفاذه لا اكثر ولا اقل. الفكره كلها ازاي انك تعالج المساله من المصدر، من الرئيسي، انك تشتغل على الهيستامين اللي عامل لك الازمه دي كلها. عايز افكركم بحاجه بس، اللي انت فيه ده هو ابتلاء ومرض، ولكن هو نعمه، نعمه من المولى عز وجل. ليه بقى؟ لان يعني الهيستامين ده جزء من مناعه جسمك، بس في خلل، بالظبط زي الكاميرات وجهاز الانذار اللي عندك في البيت، انت مركبه عشان لو اي حد تسلل الى البيت يسرقك يزمر، يديلك اشاره، صح كده؟ هو الهيستامين كده،
دوره في الجسم ان اي الارجن يعني اي مادة غريبة دخلت بيزمر لك، بيقشر للجسم. خد بالك ان في حاجة دخلت جسمك، ودي حاجة مهمة جدا بالذات تحديدا يعني الفيروسات، فيروسات الجهاز التنفسي. تخيل انت لو ربنا ما اديناش النعمة دي وفيروس الجهاز التنفسي سواء من بداية الانفلونزا لحد الكورونا ظهر معاك ودخل جسمك وانت ما تعرفش. احنا بنعاني مع الكورونا بسبب ان ملوش اعراض. شوف بقى نعمة ربنا ادهالك وانت مش حاسس بقيمتها مع انك تعبان منها. الناس اللي بيجيلهم برد وبيتعاوا من اعراضه سواء حرارة ولا حساسية انف ولا زكام ولا رشح ولا عدم قدرة على التنفس حتى، هو ابتلاء واجر لما نحتسب ونصبر عليه ناخد ثواب. لكن هو نعمة، نعمة ان جسمك بيديك اشارة بيقولك انه محتاج يرتاح، ان جسمك بيديك اشارة هو نفسه ذاتية للمناعة، حاسب في عدو حربه، اطلق كرتك البيضة اشتغل عليه طلعه من جسمك عن طريق العطس عن طريق الكحة. ما ننساش كل كلمة قلتها ليها دور في حياتك كمريض مزمن لالتهاب الجيوب الأنفية. ما ننساش برضو وده أكيد، لايك شير سبسكرايب، نفعل الجرس عشان الحلقة توصل لأكبر قدر ممكن من الناس ويستفيدوا بالمعلومات دي. نشوفكم على خير إن شاء الله في حلقة جديدة من 5 لصحتك.